بلبنان كل التاكسيات بينصبوا السواح. قد ايه على الشخص؟ 8000 يعني؟ بدك دفاع. مالي؟ اي طمن طمن. بس ليه ما نصبته؟ ها؟ اجنبي كان فيك تنصبه. بعطيك هون. بس؟ يس، هول الك. الي؟ ايه ايه. واي؟ لانك كنت صادق. والله؟ هول مليونين. لا لا. مالي مليونين؟ كثير هيك. كيف عم تفهم علي فلبين؟ عم بحكي فلبيني. شو اسلوبه علي هذا؟ يلا بمشي خلص وياك. لا هو لك. بس لانه كنت صادقة. بس تشوف اجنبي بتطلعوا ببلاش. اجنبي واحد. واحد. مين ما كان. اوكي. انا نشجع الاجانب يجوا على لبنان هذا. اوكي. حسب الكاميرا او لا؟ لا والله حسب الكاميرا. قد ايه شخصين كل واحد قد ايه؟ سبعة لواحد. سبعة لواحد مرسي. هيدا اجنبي ليه؟ من وين جاي او لا؟ من هندستان. قد ايه بقلوه؟ 7000. ما بدك تاخذ اكثر من اجنبي؟ لا عيب. لا عيب؟ 7000. كنت اخذت اكثر يا خيي. ما بيعرف. لانه هيدا الك. هولي اثنين. لانه كنت صادق معي. لا. بلا. هول الك. معقول؟ ايه معقول. لانه كنت صادق معي. لا لا إيه؟ عن جد لا مم؟ لا 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 هولي مش ببلاش بس شوف أجنبي واحد بتطلعوا ببلاش أوكي شو ما كان شو ما كان غير لبناني صح أنتوا جروب وعملتوا ضرب فيه صح ما تتصور قديش مبسوط هاي وفرحان شجعتني أكثر بتعرف بس هو أنا يعني ما بعرف خلاص هولي لألك هذا يا عمي شو لا كتير هاي ما تصدق قديش مبسوط انا كمان والله تاني اجنبي بتشوفه بتعامله كملك مين من كان مين من كان واحد بس اول واحد بتعامله كملك تاني اجنبي بتنصبه لا كمان لا اكيد بمزح معك تعوش بالله واو بدك شيء واو ميرسي عن جد بدي سلامتكم قديه شخصين على داون تاون واحد من كلين كل شكله اجنبي ياباني داون تاون يلا هاو ماتش 8000 هلا اكثر لا خلاص 8000 حرام تعلي بعطيك هولي اللي انا؟ ايه لانك كنت صادق معي ليه؟ لانك كنت صادق اوكي اوكي ليه ما نصبت لا بده انصب لاني اجنبي كيف عم تفهم عليه؟ معود علينا معود بتحكي ياباني؟ كلكم زاكرين بس هيك حلو النهار معكم خبرية حلو مخبرة للمخبرة قدي على الواحد؟ 7000 جميزة؟ How much? 7 These are for you كثير لا لا ما هي خبرة صدق يا عمي والله مش مزبوطة مش ببلاش جايين ايه بس شوف اجنبي قلت له كوم اتس فور فري وما تقبل تاخذ مصاري منه دير؟ اوكي والله ولا بحياتي انا شايف هيك مصاري من بيتي ولا بحياتي ليه ما نصبته؟ عم نصب حدا This is for you شو هذا؟ For you ليه؟ شو هذا؟ هلا شو هذا؟ هولي مليونين ليرة لإلك لأنه سيدي؟ لأنك سيدي يعني قديش والله العظيم ما نصبوني قالكم بيطلعوني ببلاش تاكسي